هنبدأ كلامنا على الهيموداليسيس ماشين او مكنة غسيل الكلى بان احنا بس نشوف شكل المكنة عامل ازاي. طبعا في اشكال كتيرة لمكنة الهيموداليسيس، انا هنا جايب كذا مثال كده. طبعا من الواضح ان الشكل على ناحية الشمال ده الشكل بتاع المكنة اللي هو الى حد ما جنريشن قديمة شوية. المكنة اللي هنا دي تعتبر حاجة شكلها هاي اند، المكنتين دول على الاقل يعني يعتبر شكلهم هاي اند. بنميز بقى في شكل المكنة دي مجموعة من الحاجات، بيبقى في عندنا بعض القرايات بتبقى موجودة عندنا، بتبقى موجودة هنا، بتبقى موجودة هنا، في بعض الكنترولز بيبقى دايما في عندنا حاجة هنا كده يعني بيبقى داخل فيها الانابيب بتاعة الدم، والدم بتلاقي ان هو بيتحرك هنا، بيبقى حاجة زي بامب كده، دي بنسميها بريستالتيك بامب هنتكلم عليها. بيبقى في عندنا هنا سيرنج كده، يعني في حاجة زي حقنة كده، والحقنة دي بتحقن هيبرين في الدم علشان ما يتجلطش. بيبقى في عندنا برضو مثلا لو احنا بنتكلم على المكنة دي مثلا بنلاقي عندنا هنا في انابيب مكتوب عليها واحدة A واحدة B، دي بتبقى واصلة في الآخر بجراكن بتاعة concentrated salts، يعني واحدة فيهم أسيد وواحدة فيهم بايكربونيت. دي المفروض إن هي بتبقى بتعمل composition لفلويد معين كده بيستعمل في مرحلة الفلتريشن بتاع الدم. بيبقى في عندنا هنا في فلتر كده بيبقى موجود بره، ده بنسميه دايلايزر. دايلايزر ده المفروض ان هو بيبقى ديسبوزابل، بيتغير مع العيان، ومفروض ان هو يعني ده مهمته هو بيعمل اكسشينج بين الدم وبين الفلويد اللي احنا بنعمل له كومبوزيشن ده، علشان في الاخر نقدر ننظف الدم ونقدر نخليه يرجع للعيان من غير ما يكون فيه الويست ميتابولايز اللي احنا عايزين نشيلها. طبعا بيبقى فيه ساعات على المكنه، بيبقى فيه حاجه زي لمبه كده زي بتاعه البوليس النجده كده، بيبقى فيها كذا لون، وكذا لون دول بيدوني الارم كونديشنز اللي المكنه شغاله بيهم. لو هي لونها اخضر مثلا يبقى المكنه شغاله اوكي، لو لونها اصفر يبقى معنى كده في كونديشن وورنينج، يعني ان في حاجه ممكن تكون فيها خطوره. الاحمر يبقى معناه ان في كونديشن خطير لازم حد ياتند للايه، للمكنه دي، يشوف ايه اللي فيها بالظبط. طبعا بيبقى فيه هنا حاجه زيها كده موجوده في المكنه دي. اوكي، عادة المكن ده بيبقى تاتش سكرين، اوكي، غير المكن اللي هو هنا كان مبني على بوتنز. اوكي، ده طبعا بيبقى ده كل الليتست جنريشنز كلها بتبقى كده. ساعات بيبقى في عندي هنا محلول ملحي بيبقى موجود برضو، بنعمل بيه برايمنج للمكنه، وده طبعا بيستعمل في حاجات كتيره الحقيقه. برضو بيبقى ساعات بيبقى موجود حامل بتاع برضو ممكن نحط عليه محاليل هنا مثلا في الجزء دوت، بحيث ان هو في الاخر يوصل للعيان. البامب اللي موجوده هنا اللي بيخش فيها الدم ساعات بيبقى في منها اتنين على اساس ان بيبقى مور افيشنت، ساعات بيبقى في اكتر كمان. اوكي، فيعني ده الشكل العام بتاع المكنه. طبعا المريض بيقعد جنب المكنه وبيبقى واصل بالبلاد لاين اللي المفروض برضو بيبقى ديسبوزابل عشان الكروس انفكشن، والمكنه بتبتدي تشتغل، بتسحب بقى من هنا من الكونسنتريتس دي فلويد، وتسحب من البيشنت بلاد، وفي الاخر هما الاثنين بيبقوا ان كونتاكت مع بعض في الفلتر دوت او في بيسميه دايلايزر. وفي الاخر بعد فتره معينه بيبقى خلاص العيان كده خلاص يعني عمل الحاجه اللي المفروض يعملها، او المفروض المكنه شالت الحاجات اللي هي الخطيره اللي موجوده جوه البيشنت وشالت كمية المية اللي المفروض تشيلها، فبعد كده خلاص بتنتهي السيشن بتاعت الدياليسيس.